السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل عاقل محمد الملاح، وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني التي تتعلق بمعاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية وزلزال النكبة ومن ثم النكسة ورحلة اللجوء والشتات. حتى قبل 48 كان في أحزاب أو منظمات في قريتك؟ كانوا تابعين للجهاد المقدس في مجموعة من الشباب. نعم. وكان في ناس يعني مخفيين، يعني كان في في الكف الأسود. نعم. هذولا كانوا بيلاحقوا اللي بيبيعوا العقارات والسماسرة، الناس السفلة اللي بتتعاون مع الإسرائيليين. وكان بلدنا يعني إلى دور كويس، كان بعض الشباب لأن ما كانش حد يقدر يعلن عن اسمه، وكان القائد للكف الأسود هو الشهيد المرحوم خليل منون من عين شارم. خليل منون، منون من عين شارم. نعم. وطبعا شارك مع محمد حسين حماد ومصطفى المللاح ومجموعة كبيرة من هدول الناس، اللي حسن موسى، هدول الناس اللي طبعا حكيت أنا على يعني هدول اللي زي ما تقول استمتوا في كل المعارك، في كل موقع كانوا يثبتوا وجودهم. يعني حتى في موقع تم بين الجيش البريطاني، كانت معركة الحراش بسموها حرش باب الواد، واستعملوا الإسرائيليين الطيران ويرموا مواد حارقة حتى حرقوا، واستشهد 12 واحد، اثنين أخوة من أبو غوش من عمواس، أبناء كانوا يلقبوه عبد الله المجنون، وجابوهم على بلد جملة اسمها دير أيوب، ومشان الناس يتعرفوا عليهم، ما حدش رضي يتعرف على الشهداء في بيت نوبة، في القرى من بيت محسير، في كل القرى، شايف، حتى دفنوا في دير أيوب، وبالليل اللي في بيت نوبة يوسف عبد المهدي رحمة الله عليه نقلوه على بيت نوبة، ولاد عبد الله المجنون نقلوه مع عمواس. يعني هذا اللي في الذاكرة. طبعا كل الأمور هاي صارت بعد وعد بالفور، بدأت الناس والإضرابات، يعني إضرابات، إضراب 36 كان الفلاح البسيط حريص إذا تطلع غنماته أو بقراته بده يبيعهم في السوق ما يبيعش لليهود. تصور يعني حتى الحبوب لو بدها تجيب ضبل عند الإسرائيلي لليهود ما يبيعوا. يعني صار زي ما تقول إغلاق كامل، ست شهور، فترة ست شهور. الإنجليز يعني أنا بذكر مجموعة من هنا من البلد من الاختيارية، أخذوهم على عمواس على المركز في اللاترون، وقالوا لهم أنتوا مستهدفين، وأنتوا بدنا نسلمكم بواريد من الإنجليز مشان تدافعوا عن حالكم ضد الثوار خوف ما يقتلوكم. فوقف الله يرحمه صالح عبد الرحيم المجدوبة وقال إحنا من مين بدك تحمينا؟ بواريدكم هاي ما بحمونا، إحنا بحمونا أهلنا وناسنا اللي في البلد. طبعا بعد أقل من شهر استشهد صالح عبد الرحيم ونمر محمود الرب ومحمود خليل وخليل إبراهيم، كلياتهم هدول راحوا في فترة خلال شهر، وقالوا هدول الثوار قتلوهم، وهو هذا الحكي غير صليب. الإنجليز كان لهم أعوانهم ولهم جماعاتهم وهم والصهاينة، وكانوا يشتغلوا بتكتيك، وإحنا زي ما تقول الإمكانية المادية في الدرجة الأولى كانت صعبة. يعني أنا بذكر في 48 عبد القادر حسين رحمة الله عليه لما راح، لأن كان في إلهم مدفع سبعة رطل اللي سموه حطوه عنا في باب الواد
لجيش الإنقاذ والجهاد المقدس. فلما إجى على البلد قال لفيت الشام وعلى الصندوق العربي لقيته فارغ، فأنتم مجبورين يعني القرى الفلسطينية مجبورة تخبز الخبزات والطعام العسكر، ما عندنا إمكانية، ما عندنا إشي. هذه أنا سمعتها، حملني أبوي حطني على كتفه مشان أشوف عبد القادر الحسين. وطبعا بعد فترة لما استشهد في القسطة الناس انقلبوا الحطات، يعني كانت مأساة بالنسبة للناس. هذا الإنسان كان رائع جدا، طيب كان محبوب. رح نجي نرجع للثمانية واربعين. نعم أنا قصدي حجي برضو الجهاد آسف الكف الأسود اللي هو كان قائده منون. نعم. هل هو قائد عام للكف الأسود ولا للمنطقة؟ هو للمنطقة، منطقة القدس. أنا اللي هيك اللي بعرفه، ما بعرف. نعم. هو عام، هو كان من المقربين للحاج أمين الحسيني وعبد القادر الحسيني والقيادة الفلسطينية. طيب أيضا الجهاد المقدس عمي إمتى تقريبا يعني تأسس والناس اللي التزموا فيه؟ أنا ما عندي معلومة يعني إمتى تأسس، بس يعني أنا بذكر لما استشهد، أو كنت سمعت لما استشهد، وطبعا هاي عملوها علينا إحنا، يعني كانوا يقولوا النشاش بي أو حسين، يفهم علينا مشان يفرقوا هذا الأعمال أعمال بين أعمال الإنجليز. لما استشهد عز الدين القسام، فمعظم الناس لفوا لفات احتراما للفة للشيخ الجليل اللي استشهد، فقالوا اللفة لحج أمين والحطات والعقل ل شو اسمه نسيبة والنشاشيب وما بعرف ايش. والحقيقة هذا غير صحيح. عبد القادر الحسين طول حياته بلبس الشماغ الأزرق، عرفت علي، اللي فيه ما بعد لبسه أبو عمار. يعني هاي الأمور أنا بذكرها، أنا بتذكر يعني وفاة عبد القادر زي كأني شايفة في اليوم. نعم. طيب خلال الفترة الستة وثلاثين كان هناك في عدة عمليات تمت يعني ضد الإنجليز. طبعا ما كانش حد يقدر يعلن، وفيما بعد يعني معظم اللي مات السر معاه، عرفت علي. يعني كان في خوف على عيلته، في خوف على أهله، في خوف على كذا. طبعا الشباب في القرى من القرى في كافة فلسطين اللي شاركوا في هاي العمليات وقفوا الحركة اللي كان المفروض إن الإسرائيليين أو اليهود أو الصهاينة يستفيدوا منها بالنسبة للأراضي. يعني خوفت كل الناس أصحاب النفوس المريضة ووقفوا عند حدهم. نيجي للشهداء اللي تموا عندنا في البلد سنة 48. طيب 36 عمي شهداء تحدثت عنهم. حكيت عنهم. طيب وين استشهدوا حجي؟ في عندك يعني ذيب الملاح يمكن قتلوه في اللد، حسن موسى في عكا، حماد علي محمود حسين حماد في عكا إعدام يعني؟ إعدام. أحمد حماد برضو إعدام. مصطفى الملاح في المعركة بيت دوكو. صالح عبد الرحيم ونمر الرب ومحمود خليل أخذوهم وأطلقوا عليهم النار، مجموعة مجهولة أخذوهم بالليل وأطلقوا عليهم النار وقالوا الثوار قتلوهم. والحقيقة لا، ما في عداء. يعني نمر الرب من خيرة الناس، وتوصال عبد الرحيم، صالح عبد الرحيم المعلم 80% من اللي بقرأوا وبكتبوا في يالو درسوا عند الشيخ صالح، ومعظم المتزوجين عقد لهم الشيخ صالح. فزلمة يعني وكان يئم وكان يصلي ومعاهم، فيعني منه لا يمكن. محمود خليل مسكين راح بالخطأ، إجا في طريقهم طخوه. يعني هاي الأمور اللي طبعا غير اللي سبيتهم أول في 36 أو من الثمن من سنة الوعد بالفور وما فوق. طيب حجي اللي اعتقلوهم من أجل الأرض في
مين هم الحاج؟ أيوة هذولا مهمين جدا الحقيقة. لما قاموا على الأرض جرى الله رفع عليهم قضية في الرملة، في محكمة الرملة، وتوصوا طبعا فيهم، وطلعت الفرسان أو الجندرمل بسموهم الإنجليز، وتم اعتقال الشباب 17 واحد من الأربعين اللي مسجلة أسمائهم في الدعوة. وكانوا خلينا ناخذ من النص من البداية مشان أمشي ما أنساش حد. صقر باب الواد المرحوم الشهيد حسين حسن الملقب بالكسكيل، علي عيسى العرب هذاك الكسكيل خضور، إبراهيم سعيد سعيد، علي عيسى سعيد، محمد العرب العرب، محمد عبد الله العرب العرب، محمد عليان نشوان مجدوبة أو نشوان، يعني هاي العيلة شو اسمه، نعم. محمد عبيد الله عودة، طالب علي حسان، احمد حسان، هذول ابراهيم، محمد حسين زياد شهيد باب الواد، واحمد الرب، واحمد سليم، وعيد عبد العزيز زياد، وناجي معارفي، وعلي احمد الملاح، ومحمد حمد الملاح. انا ما بعرف العدد قديش صار، انا بتذكر يعني شو الاسماء اللي قدامي بمشي فيه. ضيف الله، ضيف الله من دار ضيف الله، هذا ابو عمر رحمه الله عليه، كان من اللي شو اسمه من اللي ادخلوا في السجن. هاي المجموعه طبعا انا اسف اذا انا نسيت حد، بتذكر اذا بتذكر حد شو اسمه. هذول الناس حطوهم بالسجن، وثاني يوم طلعوا كانوا الناس خايفه، فراحوا مجموعه من النسوان البلد الاميات الاختيارات، اللي معها مجيدي واللي معها اثنين مجيدي، المجيدي 20 قرش، نص المجيدي 10 قروش، فصارت الفارخرة وحطوهم في جداداتهم، يعني هذا إمكانية الناس. فراحوا مشان يزوروا وشوفوا شو اللي بيقدروا يعملوه، فكان سيدي موجود. طب شو كان ذنبهم هؤلاء حج مرة ثانية؟ إن اعتدوا على الأرض، وهذه أرض جار الله بيدعي إنها إله، جار الله بده يقبل على الأمور كلها، وتعطيل لعدم إفراز هاي الأراضي وتسجيلها، لأن هو تملك الأرض، لأن في الفترة اللي ما كانش فيها ملكية للأرض، أيام الأتراك ما كان في ملكية للأرض إلا الأرض الجدر فقط، هاي قدامك أرض فلسطين كلها، هو نصب على البلد وضحك علينا، وإحنا كان في جهل، أنا ما بنكر إنه كان في جهل، وكان يعني في بعض العائلات يعني اللي كانوا يعني يخاف منهم جار الله، يعني هالأرض اللي كانوا مفوضين أيام تركيا ظلت إلهم. فلما دخلوا على المحكمة يعني الشباب أخذوا قرار أنهم يواجهوا، يعني ما فيها بلشوا يحرثوا الأرض ويكسروا الصخر ويسنسلوا، بدهم يزرعوا قمح ويزرعوا شعير ويزرعوا شجر ويسنسلوا. فالحقيقة دخلوا على خلوص الخيري محامي، دلوهم الناس راحوا عليه، قال لهم دينار على كل واحد بطلع كل وياهم تحت الكفالة، وبعدين بتفقوا يعني على الأجور، جنيه فلسطيني يعني، فكانش دينار في هذاك الوقت، جنيه فلسطيني. فطبعا ما عندهم لين يجيبوا، فقالوا قالوا شو قضيتهم هذول، قالوا قضيتهم أرض وما أرض وجار الله، قالوا خليني أشوف الملف، أطلع على الملف. وهلكيت دخل على المحكمة على القاضي، طلب الملف، طلع عليه،
طلع عليهم قال لهم انا بدي اطلعهم على حسابي، هاي شغله وطنيه وهدول ناس مناضلين محترمين ولازم انا اطلعهم. فطلعهم خلوص الخير ودفع هذا وروحوا بزفه ورقصه لكتهم البلد، ودخلت البلد كلياتها وتقسمت. معظم الاراضي اللي كانت مشاع سجلت باسماء اهل البلد. شو عمل جار الله؟ كان نهاد قاضي في المحكمه في الاراضي، فطلب الملف وكتب على الاسماء اعتراض جار الله، اعتراض جار الله موجود لا يزال اعتراض جار الله بخط ايد نهاد او الكاتب اللي كلفه نهاد، موجوده في اراضي دائره الرملة حاليا. انا شفتها بعيني ما في. هاي الفتره طبعا لكل الناس اللي كانوا وقفوا، حتى الناس اللي كانوا ما لهمش علاقه يعني ساكتين وغارشين على معلقه الذهب اللي في امامهم اخذوا الاراضي الكويسه، والناس اللي تعبوا اخذوا الارض الصخر. انت عرفت كيف؟ نعم. في واحد نسيته انا من في 48، شاب اسمه شريف احمد حسان، هذا ما تسجلش مع 48، هذا بعد 48 طبعا. احنا اخذنا لعند بعرفش لعند وين. طيب حجي، في حدا من ابناء قريتك باع ارضه لليهود؟ ابدا ابدا، يالو ما في اليهود ما بيملكوا فيها شبر الا اذا جار الله باع. وانا وريتك الجريدة الفجر، اعطيك هسع تاريخها وتاريخ صدورها ورقم العدد. اذا بدك اطول لك رقم العدد الجريدة الشكوى اللي على محمود جار الله راح نشوفها حاجة. طيب ماشي الحال. اما انتوا كابناء لا 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 ما بعتوا اراضي لليهود؟ الارض يا زلمة ارض مقدسة يعني، انت طيب. يعني الاخ بيعش اخوه. عظيم. طيب حاجة انا بدي اسالك عن ثوار 36، هل يعني شو كانت الاهداف اللي يعني كانوا هم اللي كانوا يستهدفوها في الناس؟ كان عندهم ان الانجليز بدهم يثبتوا اليهود. نعم. في البلاد، واليهود اللي ما كانوش الفلسطينيين يعني ماخذين اعتبار لليهود اللي يصيروا دولة، فكان ضد، هم كانوا ضد الانتداب البريطاني على بشكل شو اسمه مباشر. وكان هناك العملية الخدمات، يعني خذ يجيبوا لك جماعة من المسكوب كانوا يسموه منطقة أوروبا الشرقية سموها المسكوب. نعم. يجيبوا هم هدول الناس وحطوهم في مستوطنات، بعد أسبوع تكون الكهرباء والمية والزفتة والشوارع والكذا كلها يعني، والحراسة. معظم المستوطنين في هذاك الوقت اللي دخلوا كانوا يدخلوا ويسكنوا في معسكرات الجيش البريطاني، يتخبوا في معسكرات الجيش البريطاني. طبعا هم عملوا عصابات كانت تحميهم بريطانيا. نعم. شايف اليهود اعتدوا على كم قرية وخاصة الأحياء، خلينا نقول في يافا، كنا نسمع احنا في يافا وفي المناطق القريبة من معسكرات الجيش مشان يستحموا ضد الجيش، لكن ما كانوش ينجحوا، ما نجحوا يعني. حتى في 48، بداية 48 هذا كان نص المقاتلين بريطانيين. نعم. طيب حجي، هل أبناء قريتك الثوار 36 سمعت عن أنهم هاجموا الدوريات الإنجليزية أو كانوا هاجموا الدوريات الإنجليزية؟ في ناس كثير يعني ما كانوا يعني، كان كل يوم والثاني تيجي البلد تتطوق. كل يوم والثاني يأخذوا الناس يحطوهم في الحجز، يجيبوا البلد على معظم البلد يكون واحد بالسيارة يقول له هذا يمين وهذا شمال، عرفت علي؟ يأخذوهم يقعدوهم أسبوع وأسبوعين يعني. طيب حجي، حدث يعني اشتباكات حول قريتك بالذات بين الثوار؟ لا احنا بعاد
احنا بعاد عن المستعمرات. انا قصدي الانجليزي حتى. الانجليز كانوا في عندنا مجموعه من الناس كانوا يعملوا اسلاك التلفون ويصيدوا تعين الدراجات يربطوها على الطرق بالليل وبعدين يشيطوا طلقتين يسرعوا خاصة هذا في الحرش اللي منطقة باب الواد وكانوا ياخذوا سلاحهم يعني خلينا نقول 90% من اللي ناس حملوا السلاح كانوا ياخذوا غنائم من الإنجليز. في واحد أنا نسيته بس احنا موجناء موصلناش 48 لسه هو توفى هنا في 67 هذا بطل من دار زياد اسمه أحمد إبراهيم هذا قتل حوالي 6-7 يهود واستولى على بنادقهم وأخذ بندقية خبها ذلك البنادق وأخذ بندقية وطلع عند حابس المجالي رحمة الله عليه كان قائد المعسكر اللي عندنا هذول اللي قبلوا بلاء حسن في 48 حقيقة الجيش الأردني في 48 في باب الواد بقيادة حابس وأركان الكتيبة محمود الرسام قبلوا بلاء حسن هذا في عندنا في البلد الطباخ اللي خنق العسكري الإسرائيلي الصهيوني اللي دخل عليه على المطبخ يعني كانوا جايين بقوة على أساس يحتلوا المنطقة وما كانش عنده وقت اللي يحمل سلاحه فمسكوا في ركاب بعض وخنقوا بعضهم الاثنين. طيب حجي عندك معلومات انهم كانوا هاجموا الثوار انابيب البترول في الشمال مثلا وسكك الحديد؟ سمعت منطقة عرتوف والمناطق هاي المحطات هذه اللي اسمه كانوا يضربوها وخاصة كانوا في الفراكين هاي اللي بتنقل كان بيترك بالقطارات واللي كان يعني مسيطر هي بريطانيا. نعم. طيب كانوا يلغموا يعني السكاك او الفراجين؟ في كانوا يفكوها بمعظمها كانوا يفكوها فك ما عندهم مش الغام يعني في هذاك الوقت يعني كانوا متواضعين اللي يقدروا يسرقوه عرفت علي؟ طيب حجي سمعت عن استخدام الإنجليز لبعض الأسرى أو بعض أبناء الشعب الفلسطيني ك دروع بشرية على محطات القطار أو على سلك الحديد؟ أنا ما سمعت يعني ما سمعت إحنا بعاد عن محطة. طيب عظيم حجي تحدثت عن الطوق هل حضرتك شاهدت أو عشت؟ لا هذا قبل قبل هذا. طيب هذا في بجوز في العشرينات في الثلاثينات لا في الثلاثينات وبداية الأربعينات بداية الأربعينات يعني أنا ما كنتش أوعى كانوا طوقوا البلد ويلموا الناس هذا على الجنة وهذا على النار. طيب يعني كم مرة تقريبا تم تطويق القرية؟ أكثر من مرة. طيب حسب معلوماتك أي ساعة كانوا يجوا يطوقوا القرية؟ يقوم الصبح يلاقوا البلد مطوقة. طيب بيطول الطوق عندهم حد؟ ما سألت أنا عبين ما يلموا البلد. نعم. كانوا أيام البيادر مرة طوقوا وكان في وزع على سلاح وبلشوا يلفوا على البيادر كان في عليه القش القمح فقسموا كل مجموعة من البلد يحملوهم دكران اللي هو الشعوب الحديد هذا ويقلبوا القمح ينقلوه القش خوف ما يكون في بنادق حتى يعني أبويا حكى لي إنه كان في بندقية محمد عياد أبويا هو يفتش بإيده شافها ضغط عليها محمد عياد في نفس الفريق فما عليه احنا كان في بندقية عنا حطوها تحت الحطب دخلوا دار عبد الحميد علي دار العدس على الطحين على الزيت كسروا الدور كلها فاتوا طبعا الدور البلد كلها اجمالا يعني بدون ما اسمي طبعا ما قدروش يحصلوا ولا على قطعة السلاح كان في بعض الاخوان او الاجداد نسميهم كانوا يعملوا مخابئ في الجدران ويعملوا موقدة ويولعوا منها النتش
البلان بسموه هون هالكيف، ودغم المنطقة كيمو حجرين يكون الدسك محطوط والنار مولعة، وجوا بتفوت زلمة عرفت علي، ولا يكون في شوية سلاح شوية أشكال بنادق، في إشي كانوا يخبوه ما يقدروش، أيام الشتاء كانوا يدفنوا في الطينة، وأخذوهم مرة على بير رام الله حطوهم في نزلوهم في بير في الأرض عند الإرسال، وقعدوا في ناس قعدوا شهر وشهرين، لما رجعوا طالوا السلاح لكم مصدي، كان عندنا فرد مسمينا الأجرب شايف كيف كان يضوي بالليل لما طخ مهرب. طيب حجي كانوا شيء للناس كانوا يعني يؤذوهم بالشتائم بال طبعا بالكلام طبعا. إيش حدا ياسين رحمة الله عليه تحت القتل عجز فقد بصر، يعني مليح اللي ذكرتني في هاي لأن الإنجليز ما خلوا إشي إلا عملوه ولا وسيلة، عرفت كيف؟ بس الشطارة إن كانوا معظم شبابنا يا بموت أما يستسلم ما نضر، عرفت كيف؟ طب حجي خلال يعني فترة 36 حددت لي حضرتك الشهداء 36، طب معتقلين 36 يا حجي؟ في إبراهيم دهشان، في أنا ما بقدر أسمي لك 36 طيب، لأن هذولا في ناس كثير وأنا ما بعرف. طيب يعني في حدا نصف بيته بال 36 يا حجي؟ البلد نعم؟ لا أبدا. آه. طيب حدا جرح حجي في ال 36 وطاب وعاش يعني؟ برضه ما عندي معلومات. طيب لما كانوا يجوا طوقوا الخلية حج كانوا يجوا معهم قصاصين أثر حسب معلومات؟ كان معهم كلاب، وكان في ناس في السيارات يقول لك لما يجمعوا البلد عملاء يعني هذا هيك وهذا هيك، ما كانوش يعني، كانوا الناس حقيقة يعني اللي بيعرف عن واحد ما بيحكي عنه أبدا. طيب حجي الإضراب الشهير إضراب 6 شهور، مين اللي نادى فيه حسب معلوماتك؟ اللي نادى فيه الجهاد المقدس. طيب عندك معلومات شو السبب المباشر؟ ما بعرف يعني ما طيب. عندي معلومات. طيب عندك معلومات أستاذنا الكريم أنه في حدا نوفي خارج القرية أو من البلد؟ نعم، في شباب كانوا يشتغلوا برا ما بنعرف. نفي أنا قصدي. لا نفي، لا قرار نفي. لا طيب عندك معلومات لماذا توقفت ثورة 36 حاجة؟ في وعد شطورة، يمكن اجتماع شطورة مشهور، وطلبوا الإنجليز اللي بدكم إياه بدنا نعمل للعرب، ووجهوا نداء العرب للفلسطينيين إن يعني إحنا كفيلين إن نحمي فلسطين، وعلى هذا الأساس تم إيقاف هذا، وبعدها شكلوا لجنة ما بعرف النقراشي كان النحاس في مصر، صار له مكتب في دمشق نزل عليه عبد القادر وما لكاش فيه ولا كرش، عشان كان عبد القادر ومساعدي باسم الهوي وكان لارقات ومجموعة من هاي الناس اللي اشتغلوا. طيب حجي كان عندكم نجادة أو فتوة في القرية؟ النجادة من لا، النجادة كان في المدينة. النجادة كان محمود الخطيب قائد النجادة. من قريتك هذا؟ لا، من عين كارب. من عين كارب. محمود الخطيب أبو مروان. طيب حدا من أبناء قريتك شارك في الحرب العالمية الثانية مع الإنجليز؟ في خلوا متطوعين اثنين من البلد، محمد محمود مصطفى علي ومحمد عيسى اسماعيل عودة، وبس يعني ما وصلوا هذول، يمكن كانوا ما بعرف وين وصلوا، في منطقة لبنان أو في منطقة أي منطقة كانوا فيها ما بعرف، بس وروحوا. شو كان سلكهم حجهم؟ كيف يعني؟ يعني بأي سلاح كانوا؟ ما بعرف. خدمات مثلا ولا مقاتلين؟ ما بعرف. وروحوا سالمين حجي؟ ولا اشي ما في. طب حجي اوضاع القرية اثناء الحرب العالمية الثانية حسب معلوماتك حسب ما سمعت؟
يعني كان ما في، يعني ما عندي أنا أي معلومة عن المنطق هذا، بس كانوا يقولوا فيش لا سكر ولا في تموين ولا في اللي كانوا يشتروه، يعني في شغلات كثير، يعني كانوا الإنجليز ياخذوا كل التموين والإنتاج يودوه للمجهود الحربي، للمجهود الحربي في فلسطين، ومقابل ما فيش استيراد للشغلات الثانية. طب كنت تسمع بشركة ستيل حجي؟ ستيل سمعت فيها بس ما عندي معلومة عنها. سمعت هي يعني أكثر من لفظ. نعم. شو هي ستيل؟ يعني إذا أنت عندك معلومة تحكي لي عنها. هي الشركة اللي كانت تعمل تخمين وتعمل كان فيها استيلاء على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. هذا كان يعني في منطقتنا مختار دريوب ومحمد محمد عليان طينة مجموعة من هذول الناس كانوا عرب مع الإنجليز طبعا، وكان في عندنا مجموعة من الإنجليز بيحكوا عربي كويس، عرفتي، فكانوا يلفوا على المحاصيل الزراعية وخاصة في السهل الساحلي والأرض الخصبة، وكانوا يعني كانوا مجرمين بالنسبة للتخمين. يعني في بعض الناس كانوا ياخذوهم يحطوهم بالسجن، لان ما في المحصول ما كفى الضريبه. طيب حجي، الفتره اللي عندي مقابلة، عندي اجتماع، في شباب استشهدوا في فترة لا سلم ولا حرب، في محمود طالب، علي حسان، إبراهيم وعلي عبد العزيز، هذول طبعا استشهدوا. بأي سنة هذول استشهدوا عمرهم؟ محمود طالب يمكن في سنة 54 55، علي عبد العزيز في 58، وحسين العقابي في الفترة اللي فاتت، في الفترة هاي علي طينة، علي محمد عليان طينة وأخته فخرية، هذول قتلوهم دم بارد، وصلوهم اليهود على الحدود وأطلقوا عليهم النار. هدول لغاية 48 طبعا. في عندي هدول، في اللي طبعا الجرحى كثير، يعني كانوا في هذه الفترة اطلاق نار اطلاق نار تعدي على المنطقة ويسلبوا الأغنام من المراعي وبعد يومين يرجعوها. طيب حجي، قبل 48 تعرضتوا لمناوشات من العصابات الصهيونية؟ لا لا، يعني أثناء 48. أثناء 48 ولا؟ يعني أنا هاجموا بلدنا أكثر من 10-12 مرة. هذا الحكي حجي يعني بعد 15 أيام هاجموا. بالضبط. أنا قصدي قبل هيك، هل صار في مناوشات؟ لا لا لا. طيب حجي، صار عندكم وعي للمخطط الصهيوني قبل ما؟ طبعاً. طيب شو يعني دلائل هذا المخطط حجي؟ يعني المؤشرات، يعني كان في، بتعرف لما اجت الضفة الغربية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، قبل ذلك حجي كان عندكم أي مؤشرات؟ يعني أنا صغير في الوقت، 48 كان عمرك 8 سنوات حجي. طيب بس يعني برضو يعني أنا، طيب ماشي الحال، انا قصدي انا بحكي. طيب نسالك سؤال بعدها اوضح لك سؤال اكثر حجي. كنت تشوف مثلا اليهود يتدربوا عندنا في منطقتنا ابعاد اليهود عنها؟ عظيم. طيب موضوع الهجره حجي، شعرتوا في زياده الهجره؟ زياده طبعا، هذا كان مؤشر بالنسبه لكم مثلا؟ طبعا طبعا. طيب حجي، قرار التقسيم، قرار التقسيم كان شهر 11/47 هذا الشهر، كان مرفوض. كان مرفوض. طيب هذا اعطاكم مؤشر حجي؟ يعني الناس بداوا زي ما حكيت لك يتجمعوا
نعم. كل خمسة ستة عشرة على هو إمكانياتهم يشاركوا ببندقية، لأن ما عندنا يعني الناس وضعها. وكانوا يطلعوا على منطقة شرق الأردن يقطعوا الشريعة، وفي البنادق المهربة من سيناء عن طريق سيناء من الحرب العالمية الثانية، وكانوا يشتروها. كانت البندقية الإنجليزي 110 تأخذ معها جناد فشك أو جنادين فشك، عرفتي؟ فكانوا الناس يعني، كانت الأسلحة المتوفرة في هذاك الوقت يعني اللي اشتروها في ستن وفي توميجان صناعة فرنسية، وفي البندقية الإيطالي وفي الكندي وفي الإنجليزي، يعني هاي البنادق والمسدسات، شايف؟ هاي الإمكانيات اللي كانت موجودة عند الناس، وبدأوا الناس يحضروا حالهم. نعم. وكانوا يعني زي ما تقول هم مش سائلين، يعني كان هو الشغل الناس الشاغل الإنجليز، لأن معظم المعسكرات الإنجليزية تركت الدروع والأسلحة وسلمتها للإسرائيليين، بالإضافة اللي كان يجي تهريب في حيفا ومسيطرين عليه الإنجليز ودخلوا فيها. طيب حجي، حضرتك تحدثت عن الحج أمين الحسيني، عن عبد القادر عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، وحجيت عن حكيت عن يعني بعض القيادات القريبة من القرية، من أنكارم مثلا، من لفتة. هل حجي بلشوا يزوروا القرى يحذروا من مخاطر الخطر الصهيوني؟ عبد القادر ما نام ولا يوم. كان عبد القادر يعني من أنشط الناس، هو كان في دائرة الأراضي في المساحة، والحقيقة كان من أنشط الشباب، هو وشبابه وجماعته. وفي الفترة اللي فاتت يعني فيما بعد كانوا يقولوا في من كل قرية مثلا عنده جماعته، عرفت كيف؟ يعني بتعرف ترتب على هاي الأمور في القرى اللي حواليك، وهون وهون في بعض الناس النفوس الضعيفة، وخاصة في المنطقة الغربية اللي نقول الملاصقة والقريبة من القدس، والمنطقة الغربية القريبة من المدن يافا وحيفا والمناطق اللي كان فيها مستوطنات وقريبين على تماس مع هاي التنظيم، مع هذه القبانيات. بالإضافة للي زي أبو عزمي اللي في التغريبة الفلسطينية. نعم. طيب هم سمعت بالكونت برنادوت؟ طبعا انقتل عندنا. نعم، انقتل طريق باب الوات. طب شو اللي بتعرفوا عنه؟ الكونت برنادوت اجى عمل تحقيق، وطبعا ما ارضى الاسرائيليين وكلفوا، يقال ان اللي قتلوا عربي من ابو غوش اسمه ابو موسى، وكان هذا في الاحتفالات الاسرائيلية، يكون في الصف الأول قاعد، ومات بعد دخول الفلسطينيين سنة 94، دخل بعد دخولهم على فلسطين في السلام، عملية السلام. لكن بتكليف من اليهود قتلوا حد؟ طبعا هو كان مجندين مع الإسرائيليين، كان مجندين، ما في يعني، كان في مجموعة يعني، أنا مش من عندي بجيب. ولا يزال حاليا في شرطة القدس، حاليا في شرطة القدس يعني وروني الشباب، في من أسفل الشرطة واحد من أبو غوش. طيب حجي، احنا نحكي عن مظاهر التحيز الإنجليزي لمصلحة اليهود، هل لما كان يعني يمسكوا سلاح عند حدا من الفلسطينيين؟ اللي عنده موس كان يأكل الزفت، يعني مش شيء هي، مش شيء قليل. اللي عنده بندقية، يعني احنا في بلدنا ما مسكوا ولا قطعة، بس في كرة كنا نسمع كانوا يعدموه. طيب حجي، هذا كان يطبق عليه القانون الانجليزي بهذاك الوقت؟ الانجليزي هي الحكم العرفي. نعم. اللي كان في على ايام الانجليز هم شريعة الغرب، زي ما حكموا الشباب في عكا، عرفت علي؟ طب في المقابل حجي، كانوا حسن بيك اللي أعدم في يافا، هذا انقطع فيه المشنقة
وطخ وطخ. اسألوا عنه بتعرفوا الحقيقة. يعني القانون الإنجليزي قانون غاب بالنسبة لنا العرب الفلسطينيين. طب كان يطبق هذا القانون على اليهود أيضا؟ لا لا، يعني في صالح الشرع أخوه لصادق الشرع إلى كتاب هنا في الأردن انطبع، وهذا كان ضابط وفي صار وزير داخلية فيما بعد. هذا بيحكي عن حياته وهو ملحق عسكري في بريطانيا. فكان كل سنة عندنا عيد الجيش، فكان طبعا الملحق العسكري بدعي الضباط البريطانيين اللي خدموا الجيش العربي، ومنهم اشتن اللي كان قائد لواء، ولاش اللي كان مسؤول عن القدس ايام عبد الله التل. يعني حقيقة هذول الناس اثنين ما كانوش يجوا على الاجتماعات او على الاحتفال، والباقي ما تبقى كان يجوا، عرفت علي؟ فبيسأل صالح الشرع يعني شو السبب؟ قالوا له اشتن بستحي، لان قبل الحرب العالمية الثانية كان هو في رياض الاطفال، يعني في 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 يدرس رياض أطفال، يعني له عسكري وله ضابط. بس لما ألحقوهم وهو متعلم وكان ذكي، ففيما بعد لما انتهت الحرب العالمية أعطوه رتبة نقيب وقالوا لا خليك بدنا نحطك نجهزك، وبعدين أعطوه عقيد هيك يعني ما بترفعش رائد وكذا. ولاش اللي كان مسؤول عن القدس وكانت زوجته صهيونية اداهم عنده في المعسكر. يعني هذا كتاب صالح الشرع وموجود في المكاتب في البلد حاليا، وعندي نسخة اجتني هدية من وليد ابن صالح الشرع عليه رحمة الله. فيعني الانجليز كانوا منحازين، في مخطط، هم بدهم يتخلصوا من كل إشي اسمه صهيوني لأنهم أقربوهم حياتهم، بدهم يتلبسوهم عنا. واثنين إن فلسطين جاية بتجمع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، موقعها مميز، واللي بيسيطر على المنطقة هاي بيكون شو اسمه، فما لكوش إلا اليهود لأن الاستعمار كله رحل. أقل كلفة عليهم اليهود، يعني اليهود هم مجبرين فيهم. طيب حجي بعد إذن حضرتك نأخذ استراحة ونتابع حضرتك إن شاء الله.